السلام عليكم. هذا الفيديو غنحاول ان شاء الله نعرفو كيفاش نحطو شي دوسي او لافيشي في جوجل درايف ونجينيرا واحد اللين ونسردوه لشك الشخص اللي باغي نعطيوه داك الفيشي. دونك اول حاجه عندنا هذا الدوسي، هذا هو اللي باغي نحطو في جوجل درايف. دونك كليك دروا اجوتي ا غار، ها هو تكون لي هاد الدوسي او لهاد الفيشي هذا في الوينرار. غادي نمشيو جوجل درايف ديالنا، نوفو، امبورتي ان فيشي، ها هو داك الفيشي ديالنا، نضغطو عليه ونضغطو على اوفرير. ها هو دابا تحط لنا في الدرايف، نضغطو هنا غيديونا لهاد الفيشي ديالنا. كليك دروا، غادي نمشيو اوبتونير لو ليان. الحاجه المهمه اللي عندي هنا هي انه لهاد ليميتي خصها ما تبقاش، نضغطو عليها، نضغطو على هاد الثانيه، نتاكدوا باللي هنا راها ليكتور. هاد الحاله دابا هادي بامكاني نكوبي لو ليان ديالي، كوبي لو ليان تيرمي. دابا ها هو لو ليان ديالي اللي فيه لك فيشي اللي حطيتو في الدرايف. اي واحد عطيتو هاد لو ليان هذا بامكانه يحمل داك الدوسي ديالي، وشكرا.